سموكم اليوم عرفة، هي الغاشي جابية حسن استقبالها هي، وانا معاها وربي قدرنا. السلام عليكم، صافي فطوركم، كل عام نتوما بخير ان شاء الله. انا عند خونا الحفاف دينا درنا كوبا، وش راح نقول لكم؟ صحه عيدكم، تعيدوا بالصحه ولهنا ان شاء الله. السلام عليكم خالتي، اش راكم؟ لاباس؟ مناحه؟ صحه عيدكم وصحه رمضانكم، صوموا بالصحة ولهنا إن شاء الله، وتفطروا بالصحة ولهنا. هكذا راح نكونوا في العيد، يقوى الغاشي في حلاقة العصرية مع الكوافير الجوهرة، ونتلاو في رواحكم خوتي، مرحبا بكم. السلام عليكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة عيدكم ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم. بوكم تشوفوا انا مع اخونا امين، مرحبا بكم هنا في الجوهر تروازيام برونش دالاس، وراك تشوف الاجواء هنا مع الحلاقة العصرية. سما كل عيد مش غير اليوم والله سنا والله، العام الجاي راح تكون هكذا، والعام اللي يجي والعام الاخر، وهاك شايف كيفاه. وبون واش راح نقولوا هنايا، ساعدكم خطره اخرى، ومرحبا بكم خوتي، وربي يسهل ان شاء الله. والسلام عليكم، ساعدكم ان شاء الله، يا قبل العام الجاي.